كابتن علاء، الفترة دي فترة صعبة جدا جدا جدا، والنادي الأهلي عليه ضغوط كتير جدا جدا من أكتر من جهة. يعني بدل ما بنشوف زي مثلا على الجهة المقابلة الوداد بيتسهل له كل الأمور، لا هنا العكس تماما، النادي الأهلي بيتحط له العراقيل عشان ما يكملش. عشان ما يكملش دي يعني كلمة صعبة وكلمة كبيرة. أمال عشان إيه يا كابتن؟ مش النادي الأهلي اللي حاجة زي كده تعطل أو ممكن تضايقه في مشواره، لان النادي الاهلي هو عارف هو عايز ايه بالظبط والهدف واضح، وبيبص دايما الفتره كلها النادي الاهلي بيدور على حقوقه وبيحاول يحتفظ بيها، ويعني كل المسؤولين مش ساكتين، لان هم زي ما انت بتقول كده في الوداد اجلوا مباراه الرجاء، ما تعرفش ايه هناك ظروف الدوري، هل هو هناك زي هنا، لكن هم بيحاولوا يسهلوا امور شويه على الوداد. هنا انا عندك مباراه النهارده وعندك مباراه الشرقيه الدخان 25، وانت المفروض داخل على النهائي، يعني خلي بالك والنهائي مش عندنا هنا اكيد في المغرب طبعا سفر وكده، فانت مضغوط جامد، خصوصا في ضغط الدوري وضغط الاحداث اللي حواليك الكتير قوي وضغط النهائي. اللي انا بتمناه بس ايمن، ودي يمكن انا واثق فيها كويس قوي، ان على قد ما اقدر بحاول ابعد لعيبتي عن الضغوطات دي اهم حاجه عندنا. ده اللي يهمني، لعيبتي بتبعد عن الضغوطات خالص، لان في الاخر بعد كل ده مباراة تتلعب، واللي في الملعب هم اللعيبه، هما يعني اداره النادي كابتن محمود الخطيب بيحاولوا يعملوا كل حاجه الصح للنادي الاهلي او حقوق النادي الاهلي بمعنى اصح كده، وفي الاخر انت اللي هتلعب. ف صح، اللي انا بتمناه او يعني زي ما بقول لك انا واثق فيها، ان لعيبتك تبقى بعيده عن كل المهاترات اللي بتحصل دي، وتسيب المسؤولين هم يتصرفوا. وانا عندنا عارفها متعود عليها في النادي الاهلي، ان كل واحد عارف حتته، كل واحد عارف الشغله بتاعته ايه بالظبط، عشان كده النادي الاهلي دايما بيقول منظومه متكامله، كل واحد عارف هو عايز ايه بالظبط، وكل واحد عارف شغلته ايه، وكل واحد عارف هدفه ايه، فكل واحد بيشتغل شغلته، ما حدش بيخش على شغل الثاني خالص. عشان كده الحمد لله دايما النادي الاهلي سابق الناس كلها، والنادي الاهلي في حته ثانيه خالص، وحتى لو في عراقيل شويه وفي مشاكل، لكن ثقتك في لعيبتك وفي النادي الاهلي وادارتك بتخليك تنسى كل الكلام ده. وان شاء الله برضه زي ما بقول لك ايمن هيتقابل في النهائي، وان شاء الله تبقى الغلبه للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.